السلام عليكم، مرحبا بكم. انا في بيزون جديده من البودكاست تاعكم حنا فيرسس هوم. زواج في بلادنا ولا بروجي كبير لازم له ميزانيه تاع الدوله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل. حبيت ندير لونساج. لونساج واش راك حاب دير؟ تجاره، تفتح شركه، حاب دير اكسبور امبور، واش راك حاب دير؟ حبيت نتزوج. تتزوج؟ انا حاسب وعده. هما في دول متقدمه عندهم زواج ساهل، خاتم لا سيريموني في ليغليز لون دو ميال، وتدي مراه شابه وتتهلا فيك وتعيش لا بيل في. مي هنا في الجزائر باش تتزوج لازم لك تلقى مراه اللي تعجبك ولازم تعجب والديك، ومن بعد كي تلقى هذيك المراه لازم يديروا لونكات ابري الخطبه. ابري الخطبه بعد 4 ولا 5 اون لي كادو في شاك مناسبه، فيونساي الحنة، العشاء تاع العروسه، العشاء تاع العريس، العرس تاع العريس والعرس تاع العروسه، لين دو ميال ولا كيما نقولوا الشهر العسل. بالك تحس لا فامي تاعكم هما اللي تزوجوا ماشي نتايا، ومن بعد في لافان كاع تدي مرا ماشي كاع شابه كيما هادي. واذا زوجك بوحده ما تعرفهاش لازم تشوفها مليح ولا قولها تغسل وجهها قدامك باسكو بالماكياج تكون هكذا. ما هذا الجمال؟ وبلا ماكياج قادر تكون هكذا. ما هذا يا جمال؟ وكما قال الشاعر الكبير كلما زاد المكياج زادت نسبة المارياج. من الأسباب اللي خلت لي جون والشباب يهربوا من الزواج هي الصداق والمهر، باسكو الناس تحسهم راهم يبيعوا في بناتهم. خير ما جابك أوليدي. الحاج كما يقول لك جيتك بالحسب ونسب باش نخطب طفلة بنتك إن شاء الله. معليش يا أوليدي معليش، أنا سقسينا عليكم أنتم ناس ملاح وليد عائلة. الطفلة راهي ليك 60 مليون برك. 60 مليون 60 مليون حاج 60 مليون جيتنا نتزوج بنتك ولا نديماروتي؟ وكاين اللي الله يهديهم يزيدوا يدوموندي فوق هذا الشيء. يا من الاخر وليدي ما تضيعليش وقتي، قابل ب 60 مليون ولا لا؟ لا قابل قابل. يا الحمد لله كي وليت قابل كان جوزوا للشروط. شوف لازم كروستها وحدها ودارها وحدها. فيلا فيلا وحدها. ايه واش تحب زوالي في وقتنا ما يتزوجش؟ بون هذا سير كي حبي يتزوج شرطوا له الدار والطوموبيل، اي بان دارهم في زوج على فوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنسالي المهر تاعهم قليل البركه تاعهم كبيره بزاف، وما قبل الزواج نسى تسيبهم يهضروا هكذا. عمري انا ما يهمنيش نتزوج مع واحد عنده القصور ولا الديار ولا لي فيلا، انا لسوسي نعيش معاك انت ولو كان في براكه في كرطوني لسوسي نكون معاك برك. ما نحتاجش واحد اخرين، انا نحتاج غير انت برك. وابري الزواج سيبها تهضر هكذا. وي صفية سمعتي ليندا تزوجت؟ عقلك راجلها سكنها في قصر، الله الله دك الديار دك الشنابر الواسعين، وانا راجلي مسكني في اف دو. شوفي شوفي الناس اللي عندهم الزهر، انا راجلي مسكني في بواطا زالامينت. واش تحبي؟ وي سي لا فيريتي، الزواج يبدا عسل ويخلص بصل، وزيد نسي يحبوا غير المادة. نحب الدراهم. وسمحوا لي عندنا واحد التقاليد يحيوا شويه الجيب. اونفان بزاف. هما في الدول المتقدمة العروسة تلبس غير لارو بلونش. مي حنا في العرس تاعنا العروسة تلبس الكراكو، جبانيلي، القفطان، البدرون، الشدة، روب كابيل، روب دو سواري. يرحمونا شوية حسوبين. وبلا ما نحكي عقاطو ليكم باللوز، بالجوز، بالبندق، بالفزدق. وفي شي بلايص في بلادنا تسيب واحد التقاليد تاع زوج بيزار بزاف. يتيروا على باب الدار تسمى العريس قادر يموت نورمال. اصبر روحي بلي تقتلوني. عرسي عرسي خلوني نخرج نفرح فرحتي. اصبر قتلوني ولاد الحرام. كان في شي بلايص البنات يحكموا الصبه تاع العروسه ويكتبوا اسماوتهم تحتو زعما كي تخرج العروسه هما يتزوجوا. الترقي الترقي قلت لك الترقي. والله غير انا نكتب اسمي والله غير انا الاولى. يعطوا العروسه صبتها خلوها تروح. والله واش دخلني في العروسه؟ الترقي الترقي ليا انا. واحد العادات في عيو الراس. بكري الزواج ما كانش هكذا، كان على جال الشرف على جال الاخلاق. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. الولد هذا ما يراطيش كاع صلاته، الله يبارك هذا نزوجو لبنتي. باباك شمس حقيت؟ لا لا وليدو ما كان والو. مي دوك عصر تطور زواج بالله بار فيسبوك بار تويتر بار فايبر ولا بار اس ام اس، ولا كاين اللي يديروا لي زانونس تاع الزواج في الجورنال. الو وي اختي عيط لك على الانونس تاع الجورنال اللي درتيها تاع الزواج. وشنو تخدع في يما؟ تعيط لي زانونس تاع الجورنال والله غير بيع. والله غير بيع يما. نشيك بلاي كارد. اسكت بلاي ستيشن كارد و اكس بوكس و اكس بوكس وميكرو بورتابل. خلاص والله غير بيع. كاين بزاف اللي حاسبين كي يتزوجوا راح يتهناو كيما في لي فيلم. في الجزائر لا لا راك خارج. تجيب معك لي كوش والخبز والخضره.
رجال كاع يقضوا بسلامته، ما غير انا عندي راجل حابس. وبعد يقول لك الزواج قفص ذهبي، قفص مزنجر. وي قبل ما تزوج تكون بوغوس حطها عندك كرش باب، مي ابري ما تزوج تسمان كبر تخرج لك دواره. وما تنساوش نسبه النساء في الجزائر راهي تزيد اكثر من الرجال. على حسب الاحصائيات الاخرانيه في الجزائر راجل واحد يقابله 4 نساء. زعما على 20 سنه كيفاش راح يولي زواج في الجزائر؟ يما اني صيت راجل زوجهولي. مي بون، احسن زواج في وقتنا هو زواج مع بنت الجار، باه تو سامبلومون تعرف عليها كلش، وباباك يعرف باباها ويماك تعرف يماها. تحب تخطبها تروح على رجليك باسكو تكون قدامك، ما تحتاج ني طوموبيل ني كلونديستان ني طاكسي، تهضر معها ديريكتومون تاقا، ما تحتاج تليفون، ما تخسرش لي زونيتي. وابري ميم كي تزوج بها وتقول لك ديني لدار بابا، اي بان تروح وحده باسكو جارتك تو سامبلومون. والحاجه المليحه كاع في الزواج مع بنت الجار، ميم اذا طلقت مرتك ولا ديك تقدر تشوفهم كل يوم ما تقدرش تمنحهم عليك باسكو تكون في حونتك. راك شايف كيفاش. في لافان تاع هاد ليبيزود واش تحبوني نقول لكم؟ الزواج نصف الدين، الا غالب الناس غلبتهم الماده وغلبهم الطمع ولو يشوفوا فيه ماشي عقد قيران مي عقد ملكيه. الله يهدينا. اي بان شوفوا، يتنقصونا في لي بري ولا نديروا بويكوت ونخليوكم تبورو. ها ما عندنا ما نديرو لكم. بيس.